معركة النجمة ليلى علوي في الفيلم التسجيل المصري الفرنسي جالكيا وسيدة النيل بالاشتراك مع سيدة المسرح الفرنسي كاترين هيرو. وهدف الفيلم هو التعبير عن المرأة المصرية ودفعها لدعم بلدها من خلال السياحة للترويج للسياحة المصرية وصنع بوابة يعبر منها الغرب إلى الشرق. وصورت ليلى داخل جزيرة الحب جالكيا أنس الوجود سابقا بأسوان ومعبد فيلة. والفيلم من إخراج مشترك ما بين المخرج المصري هشام فتحي والمخرج الفرنسي سيباستيان بيلو.